بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في دي. نعتذر عن الغياب الطويل. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التصحيح ديال ديداكتيك علوم الحياة والأرض، الامتحان يعني اللي الصيغة الأولى أول مرة كانت تحط بهذه الصيغة، يعني ديداكتيك مادة التخصص تحطوا فيه 10 الأسئلة كي سي ام، وتحطوا فيه دي كيستيون ديريكت ولا دي كيستيون ديال سينتيز الا بغينا نقولوا، اللي كيخصهم يعني واحد لا سينتيز باش تجاوب. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا يعني في هذا الجزء الاول، غادي نشوفوا غادي نصححوا الكي سي ام. وهنا راه التصحيح في القناه ديالنا راه ماشي غير كنقول لكم هذه صحيحه وصافي وكندوزوا، لا، هذه صحيحه وعلاش، وهذوك اللي خاطئين علاش، مفهوم؟ هادشي يعني باش كتميز القناه ديالنا على باقي القنوات. هاد كاينين دي فيديو بالفرنسيه باللغه العربيه، غادي نخليهم لكم في الديسكريبشن فرجعوا لهم باش تشوفوهم. ما نطولش عليكم، نبداو في التصحيح ديال ديداكتيك ماده ماشي ماده التخصص، ديداكتيك ماده التخصص. حيت كاين ماده التخصص هذوك الاسئله ديال الاسئله اللي عندهم علاقه بالماده، ولكن هنا هادو اسئله عندهم علاقه بالديداكتيك ديال الماده. فنبداو على بركه الله. طبيعه الحال كان هنا كيستيون ان سول شوا، يعني غتختار واحد جواب واحد اللي صحيح من بين مجموعه من الاجوبه. وهذا الجزء ديال الكي سي ام يعني لا بروميير بارتي كانت على 10 نقاط، يعني كل سؤال صحيح بنقطه، مفهوم؟ يعني غدير الكروا في اللي صحيح في هادو. الوغ لا بروميير كيسيون سيتي لا ديفيرونس اونتر لا بيداغوجي اي لا اي لا ديداكتيك ريزيد دون لو فيت كو، يعني شنو اول سؤال تيقول لك سيدي الفرق ما بين البيداغوجيا والديداكتيك اشنو هو، شنو كنقصدوا به؟ فتو سامبلومون التعريف اللي عند كل شيء هو شنو؟ هي ان لا بيداغوجي فيز يعني تهدف الى ماذا بالاساس؟ لا بيداغوجي كتهدف، حيت الا جينا نقلبوا في البيداغوجيه غنلقاو كاين واحد المجموعه من البيداغوجيات، بيداغوجيه الفريقيه، بيداغوجيه الخطا، بيداغوجيه الى اخر، كاين واحد المجموعه من البيداغوجيات. هاد البيداغوجيات اشنو كدير؟ كتنظم لنا القسم، كتنظم لنا القسم وكتهيئ لنا الظروف للتعلم، مفهوم؟ كتنظم لنا القسم وكتهيئ لنا الظروف للتعلم. اما الديداكتيك فكيجي الا كان شي واحد عنده شي مشكل في التعلمات، عنده شي عوائق، عنده تمثلات، عنده مشاكل في التعلم، مفهوم؟ اذا البيداغوجيه هي دونك لا بيداغوجي فيز اكوا، فيز ا اورغانيزي الاورغانيزاسيون دو لا كلاس، التنظيم ديال لا كلاس من اجل ماذا؟ بور فافوريزي، يعني باش نوجد الجو، باش يولي الجو ملائم لاش لي زابرونتيساج، مفهوم؟ اذا شنو الاقتراحات اللي عطاونا هما؟ الديداكتيك قلنا كيف ما شرحنا الديداكتيك راه تجي من اجل لي ديفيكولتي، لاجل المشاكل اللي كاينه في التعلم، مفهوم؟ الوغ شنو الاقتراحات اللي عطاونا؟ قال لك لا بيداغوجي سانتيريس او غولاسيون، كتدرس لنا العلاقه ما بين المتعلم ومتعلم. هادو فاش كيكون شي مشكل متعلم، كاين مثلا هذاك التثقيف بالنظير، هذيك سيتين بيداغوجي، مفهوم؟ الوغ كو لا ديداكتيك سانتيريس، المهم هنا في هذه الجمله نقدروا نعتبروا هذا الجزء الاول ديالها صحيح. Alors que la didactique s'intéresse aux relations apprenant-enseignant. علاش؟ حيت لا ديداكتيك كاين فيها سكون نابيل لا تريونغل ديداكتيك، وهذيك لا تريونغل ديداكتيك فيها لابخونون ولابخونتيساج يعني لو سافوار، وفيها لونسينيون، فيها ثلاثة ماشي غير ابخونون انسينيون. اي وفينا هو لو سافوار والمويان ديال لو سافوار لا ترونسبوزيسيون ديداكتيك انسي دوس، ما كاينينش،
مفهوم؟ إذا نقدروا نعتبروا هذا الجزء الثاني من الجملة خطأ، ونقدروا نعتبروا بين قوسين إلى بغينا الجزء الأول من الجملة صحيح. وبالتالي هذه الجملة مادام فيها جزء خطأ فهي كاملة خطأ. La pédagogie s'intéresse aux représentations. حنا ناخذوا غير هاد اوغوبريزونطاسيون انيسيال. هنا شنو قلنا؟ لا بيداغوجي كتوجد لينا الفضاء والجو الملائم للتعلم، ما كتمشيش تعالج لينا المشاكل ديال التعلم. حيت فاش كنقولوا التمثلات واحد الغوبريزونطاسيون، فاش كنقول التلميذ انسولين كيتخيلها في واحد الشكل، يقدر يتخيلها بحال البيضة، يقدر يتخيلها بحال الكرة، يقدر يتخيلها بحال البزطام، يقدر يتخيلها بحال الكرواسة، يقدر، فهمت كيفاش؟ هادي سيتين غوبريزونطاسيون. شكون اللي غيعالجها ليا؟ شكون اللي كيعالج هاد المشاكل ديال سي لا ديداكتيك، ديداكتيك ديال المادة او ديداكتيك بشكل عام، ماشي لا بيداغوجي، ماشي البيداغوجي. اذا هاد الجملة لا بيداغوجي سانتيريس غوبريزونطاسيون، نو، ديداكتيك هو اللي كي سانتيريس او غوبريزونطاسيون ديز ابرونون، alors que la didactique s'intéresse aux difficultés. Oui, la didactique s'intéresse aux difficultés des apprentissages des apprendre. ديال لي زابرون. هاد الجزء الثاني من الجمله صحيح مليون في المية، ولكن الجزء الاول راه خاطئ. لا بيداغوجي ماشي الدور ديالها، ولا ما كتهتمش بالتمثلات، ما شغلهاش في التمثلات. لا بيداغوجي فافوريز، كتعطينا هذاك لو كليما، كتعطينا هذاك المناخ الملائم للتعلم باش بالطريقه التنظيم ديال القسم، طريقه المجموعات مثلا، اولا اش من بيداغوجي غنستعملو، اش من بيداغوجي غنستعملو، مفهوم؟ هذه هي لا بيداغوجي. لا بيداغوجي سانتيريس ا لورغانيزاسيون، فوالا هاي لا بيداغوجي سانت، كتهتم باش بلورغانيزاسيون دو كوا دو لا كلاس، كتنظم لينا القسم. علاش؟ pour favoriser l'apprentissage. OK, هادي صحيح. نشوفوا الجزء الثاني. alors que la didactique s'intéresse aux difficultés، صعوبات التعلم عند المتعلم. واش حنا يعني واش غنلقاو شي قسم مثلا ما عندهمش صعوبات التعلم؟ انا داك ما نستعملوش الديداكتيك، مفهوم؟ اذا الديداكتيك كاين في جميع الاقسام. علاش؟ لان كل قسم غنلقاو فيه واحد المجموعه اللي عندها مشكل في التعلم، اللي عندها مشكل في لي غوبريزونطاسيون، اللي عندها مشكل في شي حاجه كلكو باغ، مفهوم؟ دونك هنا هذا هو الاختيار الصحيح، هو السي. لا بيداغوجي هنا سانتيريس او غوبريزونطاسيون انيسيال، نو، هذه جمله غلطه او ديبار، حيت ديجا بررنا هنايا في بي. علاش؟ لي زابروش الوغ كو داتش سانتيريس او غولاسيون، هنا كذلك هذا الجزء الثاني من الجمله حتى هو غلط. علاش؟ حيت قلنا ماشي غير غولاسيون ابرونون انسيون، يعني هذا الاختيار دي جمعوا فيه جزء من او جزء من بي، مفهوم؟ الوغ الاختيار اللي صحيح هو الاختيار سي. داكوغ، نمشيو للسؤال الثاني. La question 2. Le contrat didactique. Or, deux le bel hénéa. Alors, qu'il y a juste l'anoua dit le contrat. Quel contrat de classe déterminé ou indéterminé, n'est-ce dit le contrat. Quel contrat de classe, Michel, non. Quel contrat de classe ou quel contrat didactique. هاد الكونطرا دو كلاس ساهل. شنو كيكون فيها؟ التلميذ خصو يجي مثلا مع 8 قلقسماين، خصو يجيب الادوات ديالو، خصو يجيب الوثائق ديالو، هادشي كيدار في اول العام مع التلاميذ، مفهوم؟ الاستاذ خصو يجي في الوقت هذا كذا، يحترم التلاميذ، التلاميذ يحترموا الاستاذ، الاوراق الى اخره، فهمت كيفاش؟ ما نهضروش مجموعين، يقدر كل واحد بوحده الى اخره، في الفرض هذه تجيب الورقه ديالك تسلم الى اخره، مجموعه من الحوايج. هادي سي لو كونطرا دو كلاس. وكاين ان كونطرا ديداكتيك نون ديكلاري. شنو كنقصدو بان كونطرا ديداكتيك نون ديكلاري؟ فاش كنشوفو التلميذ داخل المدرسة، علاش داخل؟ واش جاي باش يشطح؟ باش يغني؟ باش باش باش؟ لا، جاي باش يشرب قهوة تما ولا غيفطر؟ لا سي، المدرسة فضاء للتعلم، التلميذ جاي يقرا، الأستاذ جاي يقري داك التلميذ،
اذا هاد جوج الناس كيتلاقاو في القسم عندهم استعمال الزمن، عندهم واحد المده زمنيه كاين، اذا هذا سي ان كونطرا ديداكتيك. واخا الاستاذ والتلميذ ما سانديش هاد الكونطرا بيناتهم، لا، ولكن هادي سي ان كونطرا ديداكتيك، يعني سي ان كونطرا ديداكتيك، يعني الاستاذ جاي باش يقري، اذا هذا عقد ديداكتيك، عقد ديداكتيك من خلاله اشنو كنستنتجو فاش كنقراو هذا العقد الديداكتيكي اولا كنطلعو عليه اولا كنبغيو نصايبوه، اشنو غنديرو فيه، اشنو غيكون فيه، ها شنو كيدير الاستاذ وها شنو كيدير، هذا راه نون ديكلاري، كل واحد محددو فيه، يعني الا جينا نقلبو فين كاينون، كاين في القانون الداخلي للمؤسسه وكاين في القانون المنظم للوظيفه ديال الاستاذ او للوظيفه العموميه بشكل عام، مفهوم؟ اذا هنا واش لو كونطرا ديداكتيك بيرمي دو كومبروندر، كتخلينا نفهمو شنو لا موتيفاسيون دي زابرونون ا ريبوندر او زاتون سوسيال، نحفزو التلامذ باش يجاوبوا على الانتظارات المجتمعيه اولا باش يكونوا عندهم هذوك الانتظارات المجتمعيه، لا هذه حتى علاقه، هذا سؤال، هذا الجواب راه فلسفيين الا بقينا تنتفلسفوا نقدروا نخرجوا منه، ولكن كوم ريبونس ديريكت نو، هذه الكونترا ديداكتيك ماش فيهاش لا موتيفاسيون، كونوا واضحين، حين تغيجي كاين اللي غيبقى يقول لك اه لا موتيفاسيون غنحفز المتعلم وداك التحفيز ديال المتعلم غيكون منه الى اخره الدور ديال الاستاذ، لا سيدي نا لو كونترا ديداكتيك اساسا اشنو كنقصدوا بها، حنا غادي نشوفوا في هاد لي في هاد المعطيات اللي عندنا، لا موتيفاسيون دي زابرونون à répondre à la confiance qu'il accorde leur enseignant. تحفيز التلاميذ اللي بغينا نقولوا باش يجاوبوا او لا يجاوبوا على هذاك الثقه اللي كيعطي، هذا بعيد كل البعد، هذا كيتسمى كونترا، هذا كندخلوه في كونترا دو كلاس، ممكن هذا ندخلوه في كونترا دو كلاس ماشي في الكونترا ديداكتيك. الاستاذ مثلا لا موتيفاسيون دي زابرونون، هذا الاقتراح الاول لا موتيفاسيون دي زابرون ابون، هذا نقدروا ندخلوه في الكونترا دو كلاس، العقد ديداكتيكي الاستاذ تيخصو يحفز التلامذ، عفوا الكونترا دو كلاس، العقد ميثاق القسم الا بغينا نقول، هذا ميثاق القسم الاستاذ تيخصو يحفز التلميذ الى اخره، هذا سي ان كونترا دو كلاس بجوجهم الاول والثاني. شوفوا معايا الثالث، لو رول de l'apprenant qu'il se donne devant la tâche. دور ديال المتعلم او لا الدور اللي تيديرو المتعلم دوفون امام واحد لا تاش، شنو هي هذيك لا تاش؟ هي المهمه، منين جات المهمه؟ عطاها له الاستاذ، ها دونك هو كاين الاستاذ هنا بروفيسور، عطاه الاستاذ، عطى المهمة لمن؟ عطاها المتعلم، هذاك المتعلم اوتوماتيكمون خصو شنو يدير؟ خصو يقوم بهاد المهمة، سي لو رول دو لابرونون كيل سو دون دوفون لا تاش، نخليو هذا ونمشيو للاختيار الاخير، لو رول دو لابرونون كيل سو دون دوفون سي كاماراد، لا هذا حتى هو كيدخل في الكونترا دو كلاس، الدور ديال المتعلم اللي خصو يديرو امام الزملاء ديالو، هذا يحترم الزملاء ديالو يجي في الوقت الى اخره، هنا الاستاذ يحفز المتعلمين هذا الاول والثاني يحفز المتعلمين الى اخره، ولكن فاش كنقولوا لو رول دو لابرون كيل سو دون دوفون لا تاش، يعني التلميذ لجا الاستاذ جاب له واحد الوضعيه غادي يقراو شي حاجه جديده، لجا هذاك التلميذ باش يفك هذيك الوضعيه، باش يتعامل مع هذيك الوضعيه، باش يطرح اسئله، باش يجاوب على الاسئله، باش الى اخره، اذا هذيك لاطاش ديال لونسي ديال لابرونون ديال المتعلم دوفون ان سيتياسيون اولا لو رول ديالو دوفون هذيك لاطاش، اذا شنو هو هذا؟ هذا سي لو كونترا كون ابيل ان كونترا ديداكتيك، عقد ديداكتيك
داكشي علاش الاستاذ فاش كيدير شي واحد الشغب اشنو تيقول له؟ ها شنو تيقول له؟ كيقول له راك جاي هنا باش تقرا. تالت تلميذ تغاب ولا نسى ولا راه تيذكره بانه راه في مكان اللي يعني جاي باش تقرا. طرحت عليه السؤال ما جاوبش او لا ما عرفش او لا ما عطاهش اهميه، خصني نجبد له ودنيه. باش نجبد له ودنيه ماشي بالضرب ولا نقيسو في الجسد ديالو، نو يعني بالهضره. شنو غادي نذكره بالدور ديالو، ما غنضربو ما غنقيسو ما والو، بالفم غادي نذكره بالدور ديالو، انت هنا باش تقرا الى اخره. وهنا هنا فاش كندخلوا لهذا المشكل كنخرجوا من الكونترا ديداكتيك وكندخلوا للكونترا دي كلاس، وغنبدا نذكروا عاوتاني بالكونترا دي كلاس الى اخره. راه كاين واحد التداخل دقيق ما بين الكونترا دو كلاس والكونترا ديداكتيك، ولكن كاينين لي ليميت باينين يعني كيخصنا ننتبهوا ليهم. دونك الاختيار اللي صحيح هو السي. لو نيفو دو فورميلاسيون دان كونسيبت سيانتيفيك، سيانتيفيك راه معروفه. الكونسيبت شنو هو الكونسيبت؟ الكونسيبت هو المفهوم، مفهوم مفهوم واحد المفهوم علمي، مفهوم علمي مثلا المفهوم ديال التنفس. لو نيفو دو فورميلاسيون، شنو هي لا فورميلاسيون؟ لا فورميلاسيون هي التكوين الا بغينا نقولوا. هاد لو نيفو المستوى الا بغينا نقولوا المستوى تكوين المفهوم العلمي عند المتعلم، مستوى تكوين المفهوم العلمي عند المتعلم. كيف ما قلت لكم قبيله ما مشيوش بعيد، فاش كنقول له انسيليل راه كاين اللي في دماغه انسيليل بحال الليمونه، كاين اللي في دماغه انسيليل راه جزء من الليمون بحال الذره، كاين اللي في دماغه بحال جزء، كاين اللي كيتخيلها خبزه، كاين اللي كيتخيلها خراف، كاين اللي كله كيفاش كيتخيلها. علاش؟ لان مستويات المعرفه مختلفه عند المتعلم، يعني هادو سون دي ريبريزونطاسيون التمثلات. اذا كل واحد يعني مثلا قراهم نفس الاستاذ في الاعدادي اولا في السابعه ولا في الثامنه ولا في التاسعه، مثلا قراهم نفس الاستاذ، ولكن راه ماشي عندهم نفس الافكار نفس التمثلات الى اخره. اذا كل واحد كيمثل هذاك الشيء في دماغه حسب ماذا؟ لو نيفو دو فورميلاسيون دان كونسيبت، مستوى تكوين او لا تجسيد واحد المفهوم علمي. واش الي ديبون مرتبط هذا لو نيفو، لو نيفو مستوى تكوين هذا المفهوم العلمي واش مرتبط بالمستوى كونيتيف معرفي اي لونغاجي لغوي ديال لابرونو؟ المستوى المعرفي واش مرتبط بالمستوى المعرفي واللغوي ديال المتعلم او لا؟ تخادوي لا مانيير دينونسي اون نوسيون، يعني هنا هاد لو نيفو فور كيترجم لنا طريقة طرح واحد المفهوم او لا سابوي طرح واحد المفهوم. واش فاش كنشوفو الطريقة اللي غيطرح بها واحد المفهوم راه يقدروا جوج تلامذ بجوجهم يطرحوا نفس المفهوم بطريقتين مختلفتين. هل هذا يعني ان لديهم نفس لو نيفو دو فورميلاسيون دو كونسيبت سيانتيفيك؟ لا. علاش؟ لانه هذا غيعبر عليه بطريقته وغادي والاخر غيعبر عليه بطريقته، مفهوم؟ اذا من هنا شنو غنستخلصوا؟ ان هاد لو نيفو دو فورمولاسيون دان كونسيبت سيانتيفيك ماشي هو لا تراديكسيون او بيان تخادوي لا مانيير دينونسي ان نوسيون، سي با سا. انت يقدروا يترجموا يعبروا لينا بجوجهم على لينونسي، وواحد يكون عنده التعبير ديالو صحيح والاخر غلط او لا متقاربين او الى اخره، ما غيكونوش 100%. وبالتالي ما يمكنش يكون هذا هو لو نيفو دو كودو. سابوي سيغ ليتوندي دو لا نوسيون دون سون انتيغراليتي، كيعتمد او لا كيتبازا على ليتوندي دو لا نوسيون دون في الانتيغراليتي ديالها، في المجمل ديالها.
وهنا الا فاش كنمشيو عند يعني بحال كنمشيو نبغيو جينيراليزي او لا تمشيو نشوفوا الحاجه في الانتغراليتي ديالها، ما تيغيبوا بزاف الاشياء مفهوم، تيغيبوا بزاف الحيت فاش كنجي نعطي جواب نسول سؤال تلميذ ديال الثانيه بكالوريا الا سولته على التنفس راه ما خصوش يعطيني الجواب ديال التنفس هو شهيق زفير او التنفس هو طرح غاز غني بلاصتي، لا سيد التنفس راه خصو يعبر عليه سي لا ديغراداسيون دو غليكوز اون غليكوجين اون بريز دو باردون دو غليكوز اون اسيد بيروفيك بوي الى اخره اون بريزونس دو دو انسي دو سويتش. علاش هذا سي تان نيفو دو فورميلاسيون. الدري ديال الثانيه باقي الا ما جاوبش على هذا السؤال بهذه الطريقه معني ترى عنده دي ديفيكولتي دابرونتيساج مفهوم، يعني لابرونتيساج ديالو واقف شهيق زفير من تما ما زادش تعلم شي حاجه اخرى. يعني هنا راه تيجاوب في واحد لانتيغراليتي يعني كي بحال تيعمم او لا باقي عنده واحد المفاهيم اللي يقدر ديتيرمين لي زيليمون اكزيجيبل دو لا نوسيون. هذا سي با ان سيفيزون باش نقولوا غير يحدد لنا غير العناصر المهمه والضروريه لواحد لا نوسيون. اذا لو نيفو دو فورميلاسيون مستوى تكوين واحد المفهوم علمي مرتبط باش مرتبط بجوج الحوايج اساسين، هو المستوى المعرفي يعني واش الدري واصل عنده المعرفه لان مثلا التنفس راه هو لا ديغراداسيون دو غليكوز في كذا وكذا وكذا، او لا باقي التعلم ديالو يعني المعرفه ديالو واقفه في التنفس هو انه شهيق وزفير الى اخره. زائد خص تكون عنده واحد اللغه باش يعبر، يعني واحد لو نيفو واحد لو نيفو لونغاج خص يكون عنده واحد اللغه باش يعبر على هذاك. اذا فاش كتكون عنده واحد اللغه وواحد لو نيفو كونيتيف كيقدر يعطينا واحد لا ريبونس على المصطلح. انا عطيتكم هذا المصطلح ديال التنفس غير كمثال، حيت مثلا عندي جوج تلامد في الثانيه باك يعني موصلوا للثانيه باك بجوج الا وراهم سالينا الوحده الاولى خصهم يكونوا تيعرفوا شنو هو التعريف ديال التنفس والفرق ما بينه وبين التحمر الى اخره. حنا ناخذ غير مفهوم ديال التنفس، سولتهم واحد قال لي سي لا ديغراداسيون دو غليكوز اون اسيد بيروفيك بوي اون كو اون بريزونس اون دو دو انسي دو سويت، والاخر قال لي ce sont des échanges gazeux des gaz riches en. يعني هذاك الجواب ديال الثاني راه عطاني جواب من الاعدادي كيقراو التبادلات الغازيه. التنفس عندهم هو التبادلات الغازيه، هواء طرح هواء غني بالسي او 2 وامتصاص هواء غني بالاو 2 الى اخره مفهوم. اما الاخر اللي غيقول لي سي لا ديغراداسيون دو، هذاك شنو معنيتها؟ معنيتها ان عنده واحد لو نيفو دو فورميلاسيون دان كونسيبت مزيان، عنده واحد لو نيفو كونيتيف واحد لو لونكاج باش يعبر على الجواب. بمعنى ان شنو؟ بمعنى عنده الوسائل باش يجاوب، اللغه والمعرفه، اللغه والمعرفه، اللغه والمعرفه، يعني عارف شنو هو الجواب. بمعنى شنو؟ بمعنى لا كونسيبسيون او بيان لو نيفو دو لا دو فورميلاسيون دان كونسيبسيون دان كونسيبسيون تيفيك ديجا عنده هو داك لو كونسيبسيون تيفيك صايب فاش قرينا. اما الاخر اللي قال لك راه هو لي زيشونج غازو، راه لو نيفو دو فورميلاسيون دان كونسيبسيون تيفيك ما عندوش وصل لو نيفو اللي خصو يكون فيه مفهوم، باقي في داك الشيء ديال الاعدادي مفهوم. يعني خصو مازال دعم وخصو مازال مراجعه وخصو الى اخره. الوغ الجواب اللي كيبقى صحيح هو الاختيار ا. كنتمنى نكون شرحت لكم هادشي كوم يلفو. لوبجيكتيف اوبستاكل، لوبجيكتيف اوبستاكل، دابا انتبه معايا، اوبجيكتيف الهدف، الهدف هاي تنكتبوها بحال هكا، الهدف لوبجيكتيف العائق. دابا انا تنترجم لكم هنا باش تفهموا، لان الترجمه باللغه العربيه غتقرب الشرح اكثر. الهدف العائق، كيفاش الهدف العائق؟ واش هو هدف ولا عائق؟ كيف ذلك؟
خصنا نفهموها بعدا بالعربية عاد باش نمشيو نقلبوا على الأجوبة دي، على الجواب الصحيح. الهدف العائق أشنو هو؟ هو مثلا هاد التلميذ اللي درنا في هاد المثال قال لي التنفس هو كذا وكذا، قبل ما نبدا الدرس اشنو كان خصني ندير؟ او لا اشنو اللي ما انتبهش ليه التلميذ اللي عطى جواب؟ نشوفهم بعدا نسولهم على مفهوم التنفس قبل ما ندير الدرس. انا داك شنو الجواب اللي خصهم يعطيوني؟ خصهم يقول لي بان التنفس، مش يقول لي هو شهيق وزفير. علاش؟ لان التنفس شهيق وزفير شافوها في الابتدائي، اما في الاعدادي ما سميتوش التنفس، هذاك سميناه التبادلات الغازيه، لان هنا راه سي ان كونسيبسيون تيفيك كي سي ديفلوب، واحد المصطلح واحد المفهوم علمي يتطور. علاش كنقولوا المعرفه هي صيروره أو التعلم هو صيرورة؟ علاش صيرورة؟ حيت كتعلم واحد الحاجة وهذيك الحاجة كتزيد تطور في العام الجاي والعام اللي من وراه كتزيد إلى آخره، مفهوم؟ إذن قلنا باش نعرف هذا الهدف العائق أشنو كندير؟ في الأول ديال الحصة أو في الأول ديال العام أو في الأول الدورة أو في الأول وحدة كيكون سكون أبيل التست دياغنوستيك، التقويم التشخيصي. هاد التقويم التشخيصي هو تقويم، يعني واحد الامتحان، ولكن هاد الدور ديالو شنو هو؟ هو التشخيص، غيشخص ليا اشنو؟ يشخص ليا المشاكل اللي كاينه. من ديك المشاكل اللي كاينه كيبانوا ليا مثلا واحد ما حافظش تعريف ديال التبادلات الغازيه، انا هما دخلوا عندي السانكيام مثلا اولا دخلوا عندي الباك، ما حافظش التعريف ديال التبادلات الغازيه، وواحد ما ذكرش ليا كاع في الجواب التبادلات الغازيه، هضر ليا على التنفس. هذاك اللي ما حافظش التعريف ماشي مشكل، لان هذاك غادي نعطيه التعريف غيولي حافظه، هو عارفه ولكن غير ما حافظوش، مفهوم؟ اما هذاك اللي عطاني التعريف ديال الابتدائي فهذاك عنده مشكل، مفهوم؟ عنده مشكل. اذن عنده مشكل يعني عنده واحد العائق في التعلم ما خلاهش يتعلم. شنو هو داك العائق؟ نقلبوا عليه من بعد. الوغ دابا هنا هاد التقويم التشخيصي كيوقف ليا علاش؟ على العوائق. هاد العوائق اللي ما غتخلينيش نبدا الدرس شنو هو؟ هو هذاك اللي قال ليا تنفس باللي راه هو شهيق وزفير، يعني كاين واحد العائق. هذاك شنو خصني؟ خصني ندير له واحد المراجعه للبروغرام ديال الاعدادي اللي عنده ماشي البروغرام كامل، الدرس اللي عنده علاقه بالتنفس، الاصناخ الرئويه والرسم في الصنخ الرئوي ورسم منه العروق، ونبدل نقول له بان الدم اللي كيدخل احمر راه زرق، وهذا اللي كيخرج احمر، وهذا كيدخل بواحد الضغط ديال السي او 2 وواحد الضغط ديال الاو 2 والاخر الى اخره، هذوك الشيما راكم عارفينها، باش نشرح له باش نوصل له بانه راه هذاك هو التنفس، او لا هذاك عفوا ما بقاش سميتو التنفس ولا سميتو التبادلات الغازيه على مستوى الاصناخ الرئويه. اذا هنا شنو درت انا باش نعالج هاد الشيء وندير هاد الشيء؟ كندير واحد الحصه ديال الدعم والمعالجه او للدعم، بناء على داك التقرير ديال التقويم التشخيصي غندير حصه ديال الدعم، وهذيك حصه ديال الدعم غندير فيها هاد الشيما ديال شي تمرين اللي كيعالج هاد الشيما ديال الاصناخ الرئويه والتبادلات الغازيه على مستوى الاصناخ الرئويه، باش يشوف بان التنفس شهيق زفير راه قريناها في الابتدائي، دابا راه ما بقاتش سميتها ولا سميتها تبادلات الغازيه، ويعطيني التعريف. والاخر اللي ما كانش حافظ التعريف حتى هو غنطلب منه يعطيني التعريف، او لا نطلب منه هو يشرح لصاحبه الى اخره، دونك كتولي عاوتاني غنقصوا لا بيداغوجي انسي دو سويت تثقيف بالناظر الى اخره. اذا انا شنو درت بهذا الشيء؟ كان عندي واحد العائق في الجبد وثيقه ديال الاصناخ الرئويه الى اخره، وغنشرح له كيفاش. كان عندي واحد العائق في التعلم شنو هو؟ واحد التلميذ ما عارفش كاع التبادلات الغازيه. اشنو درت انا؟ هذاك العائق رجعت منه هدف
باش نتجاوز. اذا شنو غندير؟ شنو هو العائق؟ او شنو هو العائق الهدف، او الهدف العائق عفوا، شنو هو الهدف العائق؟ لوبجيكتيف، لوبجيكتيف اوبستاكل سي كوا. فيغ دو لوبجيكتيف يعني غنديرو من لوبجيكتيف عائق، من الهدف غنديرو عائق ديال التعلم، اولا من العائق غنديرو هدف ديال التعلم. انا لقيت مشكل، تلميذ ما عارف شنو هو التنفس، خصو يقول لي التبادلات الغازيه، هو في السانكيام خصو يقول لي التبادلات الغازيه. مازال كنت كنقري في اعدادي غيقول لي التنفس هو شهيق زفير، نقول له اه، ولكن فاش يكون في اعدادي وجي وطلع عندي للثانوي ويقول لي التنفس هو شهيق زفير، يعني راه ما حضرش ولا ما كانش ولا ما فهمش. اذا هذا شنو هو؟ هذا عائق. اشنو غندير منه انا؟ حصة ديال الدعم غيولي هذاك العائق هو الهدف ديالي. دونك شنو كنقصدو لوبجيكتيف اوبستاكل، الهدف العائق هو شنو؟ فيغ دو لوبستاكل ان اوبجيكتيف، يعني انطلاقا من العائق كندير واحد الهدف تعلمي، مفهوم؟ انطلاقا، ماشي انطلاقا من الهدف التعلم، لا، تاع الهدف التعلمي ديال هذا العام ديال الثانيه باك مثلا، راه مازال ما بديناش حنا الدرس، راه غير في الكشف لقينا بانه كاين مشكل، وهذاك المشكل الا بقى ما يمكنش لينا نقراو تعلمات جديده. اشنو خص نديرو؟ خصنا نبداو نصححو بعد هذيك الثغره اللي كاينه، عاد ندوزو لحاجه اخرى. ديفينيغ لي زوبجيكتيف كي بوز لوبستاكل، حدد الاهداف اللي كتعطينا لوبستاكل او برامي، يمكنش نحدد الاهداف اللي كدير لوبستاكل، مفهوم؟ هذيك الاهداف اصلا ما كايناش عند المتعلم، ما وصلش ليها حيت هو عنده اوبستاكل، مفهوم؟ ديفينيغ لي زوبستاكل ا ايفيتي لوغ دو لا فورميلاسيون دي زوبجيكتيف بيداغوجيك، وما يمكنش نيفيتي لوبستاكل، راح يتعقل بنادم هذاك فاش كنقول له الحاجه تيتخيلها هو تيمثلها في دماغه. ما يمكنش ليا انا نيفيتي، مي ندخل باش نيفيتي خصني ندخل لدماغه ونقول له ما تفكرش فيها هكا، ما يمكنش، مفهوم؟ دونك هادو سي ودي خاطئين، وهذا راه قلنا ما كنديروش، ماشي من الهدف، حنا مازال ما بديناش الاهداف ديال هاد العام، بداو التشخيص بعدا ديال العام اللي فات، واش عندك وديال السنوات واش عنده بعدا. الا ما كانوش عنده هادوك سي تان اوبستاكل، المعارف المهارات التقنيات ديال العام اللي فات، لا ما كانش عنده هادوك سي تان اوبستاكل، منو غنديرو هدف في الحصه ديال الدعم والمراجعه؟ منو الدعم غنديرو هدف، اولا نبدا الدرس ديالي ولكن في الفقره وغنضيف واحد الفقره اولا كندير تذكير او باش شنو الهدف منو؟ شنو هو؟ هو نحيد هاد لوبستاكل اللي كان عندي باش بهاد الهدف اللي درت، مفهوم؟ اذا كنجي لهنايا وندير علامه الكروال هذا، مفهوم؟ نهار الامتحان القروه راه كتكون داخل المربع، داخل المربع ماشي خارجه، هنا غير باش نشرح لكم هنايا. الوغ لا سيتياسيون ا ديداكتيك، هادي سهله ما تبرزتوش راسكم معها، ايتين سيتياسيون هاد الوضعيه اشنو الدور ديالها؟ لا سيتياسيون اي ديداكتيك هي شنو؟ هي المتعلم لابخونون فيزافي لو سافوار. كتعرفوا المثلث الديداكتيكي فيه ثلاثة، انسينيون لو سافوار و لابخونون. هاد لابارتي هادي العلاقة ما بين شنو؟ ما بين لو سافوار ولا برونون، اولا المعرفة، حيت فاش كيجي الاستاذ كيعطي للتلميذ واحد التمرين، هو عطاه واحد بروبليم، هاد التلميذ اشنو خصو يدير؟ خصو يجي يعالج هذاك المشكل. لا برونون بينو بين لو سافوار كاين ان بروبليم لي ديبوزاه لينا البروفيسور، الاستاذ لي ديبوزاه لينا لونسينيو، عطانا واحد البروبليم. دونك لابرونتيساج لي غيخلي
تكون واحد العلاقة ما بين لو سافوار و لابرونتيس و لابرونو، هذاك هو اللي كيتسمى لا سيتياسيون ديداكتيك. فاش كيجي الاستاذ وكيعطي التلميذ واحد التمرين وكيقول له تقاتل مع هاد التمرين، هذيك سيتين سيتياسيون ديداكتيك، باش نبسطوها حنا للاخر. ده دونك هنا لا سيتياسيون ديداكتيك اي سيتياسيون مالها نون ديداكتيك كي ميت اون فالور لا ريلاسيون انتر تخوا كومبوزون دو سيستيم ديداكتيك. ها لي تخوا كومبوزون قلنا هو لونسيني لو سافوار لونسينيون لابرونو. اذا هنا قلنا راه ما تيكونوش فيها لي تخوا كومبوزون، مفهوم؟ لا سيتياسيون ديداكتيك هي سيتياسيون ما بين المتعلم ولو سافوار ديداكتيك، كتسمى لا سيتياسيون ديداكتيك ما بين المتعلم دونسينيون. هي واحد لا سيتياسيون ديداكتيك ما بين لونسينيون والتعلمات، لا ما بين لونسينيون والتعلمات، لا ما بين لو سافوار، ماشي حتى التعلمات، لو سافوار المعرفه والمتعلم. سي l'apprentissage qui met en valeur la relation entre l'apprenant et le savoir. Ah, واحد التعلم اللي غيربط لينا العلاقه او اللي كيعطي واحد القيمه، الا بغينا نقولوا العلاقه ما بين شكون وشكون، ما بين المتعلم اي لو سافوار، ما بين المتعلم والمعرفه. هذا هو ما يسمى بلا سيتياسيون ديداكتيك. ولكن الا تزاد عليهم لونسينيون كتولي سيتياسيون ديداكتيك. علاش؟ لانه لونسينيون غادي يحفز، غادي يدير بزاف الحوايج دونسينيومون. دونك سيتي سيتياسيون دونسينيومون كي مي اون فالور لا ريلاسيون انتر لونسينيون اي لو سافوار. نو هي سي با زين سيتياسيون دونسينيومون، ولكن المهم سيتي سيتياسيون دو فاسون جينيرال هو سيتي ان ابرونتيساج، واحد التعلم اللي غيوقع عند المتعلم بواحد لا سيتياسيون ديداكتيك. وقتاش؟ فاش كيكون المتعلم فاس على لا سيتياسيون. اذا هنا لا كيستيون 5، لا كيستيون 6، لو بيت، الهدف، 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 شنو هو الهدف؟ الهدف التعلم. ايتي انتونسيون بيداغوجيك، اشنو كدير؟ واش كيتخادوي لي زوبجيكتيف دي زابرونتيج. الهدف كيترجم لينا، كيترجم لينا الاهداف ديال التعلم، اولا كيترجم لينا لي فيناليتي. واش الهدف غيترجم لينا هذا هو هدف، هو هدف غيترجم لينا اهداف اخرى دي زوبجيكتيف، لو بيت المرمى، لو بيت غيترجم لينا دي زوبجيكتيف. نو ولكن il traduit شنو لي فيناليتي، شنو هي لي فيناليتي؟ لي فيناليتي هنا مكتوبه فيناليتي، لا ترجمناها راه هي النهايات. ولكن شنو المقصود بالنهايات؟ هو داكشي اللي بغينا يتمكن منه المتعلم، سواء كان الهدف تعلمي مهاراتي وجداني الى اخره، بغيناه يتعلم يشد الميكروسكوب او لا. اذا في الاخير واش تعلم ولا ما تعلمش؟ تعلم سيتي الفيناليتي. باش كنعرفو هذا بالهدف، عطيتو سؤال مكونات الميكروسكوب او لا، عطيتو سؤال الى اخره، عطيتو ميكروسكوب قلت له دير لي لا ميزون بوان، دير لا ميزون بوان، واش وصلنا للفيناليتي ولا لا؟ وصلنا ليها، ايوا راه هذاك هو لو بيت. لو بيت سو ترادوي او بيان كي ترادوي كيترجم لينا لي فيناليتي. يعني شنو؟ مثلا تيميد، كنت شفت واحد الولد غادي في الطريق مثلا، او لا مثلا في الغابة او لف الى اخره، كيجمع الزبل، هذا راه كيقوم بواحد الفعل وجداني تجاه البيئة. هادي سيتين فيناليتي، الفيناليتي هما الغايات، الغايات يعني شي حوايج اللي كبارين، ها، والكفايات اللي بغيناها تولي عند المتعلم، انه يتخذ موقف سليم تجاه البيئه، مفهوم؟ ولكن هذا الموقف السليم واش غير جاو تعلموا نزل عليه من السماء شافوا فين كيفاش؟ لا، تعلموا من داخل القسم،
في مجموعة الحصص إلى آخره، كان الهدف منها هو أنه يتربى عنده واحد السلوك، يكتسب واحد المهارة، يكتسب إلى آخره. إذن هادوس سون دي فيناليتي اللي كيبانوا لينا، ولكن مورا هادوك لي فيناليتي راه كاين واحد مجموعة الأهداف، راه كفاية الكفاية باش نوصلوا ليها، راه كاين واحد المجموعة من الأهداف. لا فاش كندخلوا القسم حصة ولا جوج ولا ثلاثة، راه ما غنخدمش كفاية واحدة، ميمكنش، راه كنخدم هدف ولا جوج، والحصة الجاية هدف ولا جوج، والسيمانة اللي من موراها هدف ولا جوج، إلى آخره. في الأخير ديال الدورة كيكونوا عندي واحد المجموعة من الأهداف، أو في الأخير، في الأخير ديال الوحدة كيكونوا عندي واحد مجموعة من الأهداف. هذيك الأهداف فاش كيتمكن منها التلميذ في المجمل ديالها، كيولي قادر أو لا كيولي اكتسب واحد الكفاية. هذيك الكفاية سيتين فيناليتي، وهذيك لي فيناليتي حنا عندنا في هما اللي كاينين في الكتاب الابيض، وجزء منهم راه كاين في التوجيه، في التوجيهات الى اخره. اذا شنو الهدف، الهدف من هذا السؤال؟ الهدف من هذا السؤال هو تعرف بان راه الكفايه راه هي واحد المجموعه من الاهداف، والكفايه راه ما كنخدموهاش في حصه ولا جوج، راه كنخدموها في دوره بعد المرات الى اخره. مثلا في الجدع مشترك الدورة الأولى كاملة بالنسبة لإس في تي كنخدمو جوج ديال الكفايات، الدورة الأولى كاملة فيها خمسة الفصول، جدع مشترك علمي، خمسة الفصول. الهدف منا شنو؟ هو نخدمو تقريبا جوج أولا جوجونس تقريبا. علاش؟ حيت كاين خمسة الكفايات، جوج الأولين خاصين بالوحدة الأولى بالباب الأول ديال الإس في تي، والجزء والجوج الثانيين خاصين بالاول، والكفايه الثالثه هي مشتركه بين الباب الاول والباب الثاني. هادشي راه مع الوقت غادي تكتسبوه، غيولي كيجيكم بحال الماء. الوغ قلنا لو بيت ايتين ان انتونسيون بيداغوجيك كي ترادوي لي فيناليتي دين سيتياسيون او بيان دين انستيتيسيون سيكسبريم باغ ان فيرب اني فوق نو بيت ما نبرش عليه فيرب واحد، كيكونوا بزاف لي فيرب، ان يكون قادر على وعلى وعلى، ان يقوم بكذا، هادو افعال اللي كتخليني نشوف التلميذ واش وصل للهدف ولا ما وصلش. علاش؟ لان لو بيت كيتقسم كذلك القدرات، وهنا هادشي الصراحة يعني كاين واحد الأستاذ الله يذكره بخير ولا الله يرحمه، أعتقد أنه مات هو اللي علمنا هادشي هذا، ولاش بغيت نذكره؟ لأن سمحوا لي بزاف، لأنه لابد من شير هادشي، هو اللي يعني أنا هادشي دخل لي راسي عند هذاك الأستاذ في المركز الجهوي لمهن التربية والتكريم في قنيطرة. الأستاذ عفريت، أستاذ عفريت راه معروف، أعتقد أنه الله يعلم، الله يعلم، والله ما عرفت بالضبط على أي لو بيت. دونك كاين الكفايات، الكفايات نخرجوا منهم بزاف ديال الأهداف، والأهداف تنخرجوا منهم بزاف ديال القدرات، والقدرات القدرة على إلى آخره، القدرة على الملاحظة، قدرة على تحليل مثلا، قدرة على إلى آخر. هاد مجموعة من القدرات كيخدموا لي واحد الهدف، وهاد الهدف مع هدف آخر مع هدف آخر مع هدف آخر، يعني هو بحال الشجرة. الكفاية غنوصل ليها بواحد سبعة تمنية تسعود عشرة ديال الأهداف، وهادوك الأهداف كل هدف غنخرج منه واحد الشبكة، هي كل هدف غنخصني ليه واحد مجموعة من القدرات، مفهوم؟ اذا هنايا الهدف ايتين انتونسيون بيداغوجيك كي تخادوي كترجم لينا لي فينا لي فيناليتي دي انستيتيسيون نو سيكسبريم با بار ان فيرب انيفوك فيز ان كومبورتمون سبيسيفيك. ما كيستهدفش الهدف، ما كيستهدفش واحد الكومبورتمون سبيسيفيك. علاش؟ لان الهدف، الهدف كما قلت لكم دابا هذه واحد لا كومبيتونس كيخدموها واحد المجموعه من الاهداف،
مفهوم؟ لي بيت، واحد مجموعه ديال لي بيت، هذا بيت هذا بيت هذا بيت هذا بيت. الا خديت غير هاد لو بيت راه خصو واحد المجموعه من الناس من لي زابيليتي، مجموعه ديال القدرات باش يتحقق، وهذا كذلك خصو واحد المجموعه من القدرات، اذا او لواحد السلوكات الى اخره. دونك هنا مجموعه من القدرات السلوكات، فيها ما هو وجداني، فيها هو ما هو معرفي، فيها ما هو مهاراتي، مفهوم؟ قدرات مهارات الى اخره. فهنايا راه ماشي ان كومبورتمون، لو بيت ما كيترجمش ليا واحد الكومبورتمون سبيسيفيك. الكومبورتمون تقدر تكون كترجمو ليا غير قدره، الهدف هو اكبر من القدره. علاش؟ لان مجموعه من القدرات كتعطينا ان بوت، مفهوم؟ واحد لو بيت غيترجم ليا واحد الفيناليتي ولا واحد لا كومبيتونس الى اخره. الاختيار اللي صحيح طبيعة الحال هو الاختيار بي. هنا لا سيكسيسيون ايرارشيك دي زابيليتي كوغنيتيف سولون لا تاكسونومي دو بلوم. هنا مازال غادي نديرو واحد لا فيديو اللي كنهضروا فيه على هاد لا تاكسونومي دو بلوم، سونافات بلوم. هاد سونافات بلوم راه ساهله. هاد بلوم شنو قال لك؟ قال لك سيدي بانه المعرفه كتمشي عبر واحد المراحل. وهما دابا شنو تيطلبوا من الناس؟ السؤال شنو قال بعدا بلوم؟ باش بلوم قال لك سيدي بانه كاين سي سي و ا و اخرى سي سي ا اس او. شنو هما هاد سي سي ا؟ سي الاولى كونيسونس، سي الثانيه كومبريانسيون، سي الثانيه الثالثه ا الثالثه ا ابليكاسيون، ا الثانيه اناليز، اس سينتيز، و او ايفالياسيون. وردوا بالكم كاين حيت كاين سونافات بلوم، هادي راه ما تلقاوهاش في بلاصه اخرى، ردوا ليها البال بزاف. كاين سونافات بلوم هادي راه ديال يعني اللي دارت سنه 1900 تقريبا، ما قلتش بالضبط شي حاجه، و58. من بعد هاد سونافات بلوم غادي يوقع فيها واحد التغيير، وقتاش؟ في 2001، مفهوم؟ 2001 هاد سونافات بلوم غادي يغيروا هاد الاسماء، راه غيبقاو هما تقريبا عندهم نفس المعنى، غير غادي يغيروا في الاخير، غادي يحيدوا هاد لا سينتيز، غتولي مور ليفالياسيون، ولكن ما غتبقاش سميتها لا سينتيز، غتولي سميتها لا كرياسيون، يعني غتولي سي سي ا سي سي ا او وكرياسيون السيف الاخر، مفهوم؟ اذا كونيسونس كومبريونسيون ابليكاسيون اناليز الى اخره. اذا باش كنبداو بكونيسونس وعاد كومبريونسيون. هنا كيقولوا لنا بيرسيبسيون، سالات الحفله مع هذا، وهنا كيبداو لينا كذلك ببيرسيبسيون، سالات الحفله مع هذا. اشنو بقى لينا؟ بقى لي هاد جوج، كونيسونس كونيسونس وي كونيسونس كاينه، كومبريانسيون كومبريانسيون وي كاينه لا كومبريانسيون هي الثاني، ابليكاسيون ابليكاسيون وي كاينه ابليكاسيون ابليكاسيون. ولكن هنا الثانيه راه هي اناليز، ما عندناش شي حاجه سميتها ابيتيد في السونافات بلون، وما عندناش شي حاجه سميتها ادابتاسيون في السينات، وما عندناش هاد لا كرياتيفيتي، ما كايناش، كاينه في كاينه لا كرياسيون في الموديل الجديد، مفهوم؟ اذا هاد الاختيار بي حتى هو مشى، بقات لينا سينتيز و ايفالياسيون، وهذا اللي كتشوفوا معايا هادي راه ديال 1900، يعني قبل 2000، ما قالش على هاد التاريخ بالضبط، المهم التاريخ راه قبل 2001، الصنافة اللي كانت قبل 2001، اما من بعد 2001 راه تغيرات ولات ايفالياسيون في بلاصة سينتيز، والسينتيز رجعت مو ايفالياسيون، ولكن كلشي تغيرت له السمية. ماشي شي تغير كبير، ولكن المهم غادي ندير واحد الفيديو كنشرحوا فيه السونافات بلوم. من بعد الاختيار اللي صحيح هو الاختيار دي، نمشيو للاختيار الموالي. هنا كيهضر على لا كوريكولوم، لو كوريكولوم ديسين لونسومبل دو كوا. شنو هما الكوريكولوم؟ هما التوجيهات، اي ماده عندها التوجيهات كتسمى التوجيهات التربويه
او لا الرسميه، الا دخلتوا جوجل غتكتبوا التوجيهات الرسميه لعلوم الحياه والارض، كاين ديال الكوليج وديال الليسي، ضروري تطلعوا عليها. شنو هما التوجيهات؟ فيهم المنهجيات، فيهم النهوش، فيهم المقررات، فيهم كل شيء، كاع هذاك الشيء اللي غتحتاجه باش تقري كاين تما. شنو خصك تقري فاصون جينيرال، ها شنو خصك تقري، ها كيفاش قري، ها المده الزمنيه، ها البرن الى اخره. دي كونيسونس اي دي سافوار ستريكتيري باغ لونسينيون. هنا عارف فاش كيقول لك باغ لونسينيون؟ لا، ديك التوجيهات ما مصايبهاش الاستاذ، ما ستريكتيريهاش الاستاذ، وماشي لو سافوار فيغ اصلا. صافي باش نساليو هنا دي بروسيسيس دو كونسيبسيون، منهجيات ديال التصميم الى بغينا نقول، وديال التنظيم، وديال لا بروغراماسيون ديالاش ديال لي زاكتيفيتي دونسونيومون، انشطه التعلم او لا انشطه تدريس التعلمات سولون ان باركور ايديكاتيف، حسب واحد النهج تربوي مفهوم، حسب نهج تربوي. هذا تعريف ديال التوجيهات الرسمية مقبول. نشوفوا الاخرين، دي كونيسونس، لا ماكاينش، باردون ماكاينش لي كونيسونس، ما تيقولش لك مثلا الخبر الوراثي هو كذا، هذا سون دي كونيسونس، ما كايناش. دي فالور كنقدروا نلقاو دي فالور، دي زاتيتود كنقدروا نلقاو، لي كومبيتونس كاينين، كي دواف اتر بيان سيليكسيوني et séquencé de manière appropriée pour favoriser les apprentissages. هنا كنهربوا على pour favoriser les apprentissages، ممكن نقبلوا هذه الجمله كامله، ولكن ما عندناش فيها لي كونيسونس، ما عندناش تما المعرفه، ما كيقولوش لنا ها شنو غتقري، اولا عاطينو لك بالحرف والنقطه والنص الفقره، لا ما كاينينش التوجيهات، كاينين عناوين عريضه، ما كاينش لي كونيسونس، كاينين دي تيتغ باش تكونوا فاهمين. هاد المصطلحات كاملين فهموهم، ولكن باش يقول لك لي كونيسونس هذا غير مقبول. لي كونديسيون اي لي سيركونستانس، الشروط ولا الظروف اي لي سيركونستانس سيسيبتيب دامني ان بيرسون، لا ماشي الشروط والظروف الى اخره، لا لا، كيعطيك المده الزمنيه. توجيهات فيها الكفايات، فيها المهارات، فيها القدرات، فيها كيفاش تصايب جداده، فيها البرنامج ديال كل مستوى، فيها كل مستوى شنو خصو يقرا، الدروس اللي خصو يقراهم، فيها التوزيع الزمني ديال الفقرات ديال الدروس، هاي العناوين ماشي النص ديال الدرس شنو كاين الى اخره، كيف ما تيقولوا هنا في اختيار السي. دونك الاختيار اللي كيبقى صحيح هو الاختيار ب. من بعد نمشيو للسؤال 9، لانتيري ديداكتيك دو لانتيغراديون، لانتيري ديداكتيك يعني لانتيري، الأهمية الديداكتيكية ديال إدماج، انتيغراسيون إدماج تاريخ العلوم دون لونسينيومون سو مانيفيست دون، فين كيتجلى، أين يتجلى، فين كيتجلى، شنو أهمية تدريس العلوم، فين كتجلى أهمية تدريس تاريخ العلوم، أو شنو هي الأهمية الديداكتيكية الا بغينا نقولوا، اولا الا بغينا نعاودوا الصيغه ديال لانتيري ديداكتيك دو لانتيغراسيون دو ليستوار دو سيونس دون لو سيونس دي سبيستي سو مانيفيست، يعني تتجلى الاهميه الديداكتيكيه لادماج تاريخ العلوم في تدريس علوم الحياه والارض. في واش لي تيدك مثلا التلاميذ، علاش كن مرة كنقريوهم التاريخ ديال العلوم، ها شكون اخترع، ها وقتاش، ها كيفاش الى اخره، علاش؟ واش غير باش تكون عندهم باش يحفظوا هذيك لا كرونولوجي دي ديكوفير سيونتيفيك، يعرفوا هذا ها شنو اخترع وقتاش الى اخره، اولا بالاهميه، انا تنقلب على الاهميه الديداكتيكيه، السؤال هو الاهميه الديداكتيكيه، هذه راها اهميه، راه كاينه واحد الاهميه اللي تيدو كرونولوجي، نعرفو كل حاجه وقتاش تخترعت، هذه اهميه ولكن ماشي ديداكتيكيه، ما عندها حتى علاقه بالديداكتيك لا كرونولوجي ديال لي دوكوفير، التواريخ الاكتشافات العلميه ما عندها حتى علاقه بالديداكتيك،
la présentation de quelques événements qui ont marqué l'évolution d'un savoir scientifique. نبرزو أو نبينو للمتعلم بعض لي زيفينمون بعض الأحداث لي ماركات لي ماركات التطور ديال واحد المفهوم علمي. ما عندهاش هادي شنو علاقتها شنو لانتيري ديداكتيك ديال أو واش كيتجلى لانتيري ديداكتيك هنايا؟ لا كيتجلاش. لا بريزونطاسيون سي سينت دو لا بيوغرافي دو كيلك سافون شي 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 عالم كيلكونك نسميتو نعطيو لا بيوغرافي ديالو ها شكون هو ها فين تزاد ها كيفاش عاش هادشي ما عنده حتى شي اهميه ديداكتيكيه. ليد ابورتي على برونو على شوف ليد ابورتي واحد المساعده كتعطى للمتعلم بوغ ركز بوغ ريفليشير يعني يفكر sur ses propres représentations en relation avec l'évolution d'un concept scientifique. يعني كتقدم واحد المساعده. الاهميه الديداكتيكيه ديال تدريس العلوم هي شنو في تدريس علوم الحياه والارض؟ شنو الاهميه الديداكتيكيه؟ هي انها كتعاون المتعلم باش يفكر بالدماغ ديالو بداكشي اللي عنده في الذهن ديالو en relation avec l'évolution d'un concept scientifique. يعني باش يبغي باش يتذكر اولا باش يفكر في واحد الكونسيبت سيونتيفيك تدريس العلوم اولا تاريخ العلوم كيعاونو باش يفكر كيعطيه واحد المساعده باش يتذكر هذا العالم كيولي بحال الروبير. التاريخ ديال العلوم كيولي بحال واحد الروبير التاريخ ها وقتاش طرا كذا وكذا اذا هذه جات من مور هذه اولا هذه قبل من الاخرى اولا هذه ما كانتش كانت هكا ها كيفاش الى اخره باش يقدر يوصل للحقائق. دونك الاختيار دي هو الاختيار الصحيح. لانديكتيفيزم سي ان كورون ابيستيمولوجيك. هاد لانديكتيفيزم تو سامبلومون هذا واحد التيارات ابيستيمولوجيه. هذا واحد الناس يعني واحد التيارات ابيستيمولوجيه كله جاوا قرن 16 17 18 كله كيفاش كان تيفكر. كانوا الناس اللي كيقول لك بان التجربه تسبق الملاحظه. كاين الناس كيقول لك بان التجربه كتجي من مور الملاحظه. كاين اللي تيقول لك بان الملاحظه هي الاصل ديال كل شيء وميمكنش شي حاجه تجي قبل من الملاحظه الا اخره. كلك وفاش كيلغي بالطريقه ديالو وكانت عندهم المبررات ديالهم والوسائل ديالهم كيفاش كيبررها مثلا. ولكن غير هاد لانديكتيفيزم حنا غادي نشوفوا شنو تيقولوا باش تعقلوا عليه باش ما نطولش عليكم باش تعقلوا عليه واخا راه طولنا الفيديو بزاف او عشرات الاسئله في ساعه بزاف خدينا الوقت ولكن معليش لان شرحنا فيه بزاف د الحوايج. لوبسيرفاسيون ايغويدي باغ لا تيوري الملاحظه موجهه بالنظريه. يعني النظريه هي اللي مثلا كيجي شي واحد كيقول لنا الارض مسطحه هو تيقول ما دار حتى تجربه ما دار حتى شي حاجه تيدير نظريه وعاد من بعد غنمشيو نلاحظوا واش مسطحه ولا كرويه ولا مزركشه. لوبسيرفاسيون ايغويدي بار لا تيوري يعني لا تيوري جات قبل اي غوبوز سيغ دي ديدكسيون لوجيك من بعد وكتعتمد يعني كتعتمد سيغ دي ديدكسيون لوجيك بوغ فورميلي ان انونسي انيفيرسال باش نخرجوا بواحد لينونسي كونيه واحد نظريه ولا واحد لينونسي يعني شي حاجه قانون كوني الا بغينا نقول. لوبسيرفاسيون كيقول لك اي لو بوين دو ديبار دو لا سيونس الملاحظه هي نقطه انطلاق العلم. اي غوبوز سيغ دي ديديكسيون كتعتمد على واحد لي ديديكسيون لوجيك بور فورميلي
دي زينونسي سانجيري باش نصايبوا واحد الفرضيات وعلى واحد القوانين سانجيري انفراديه ولا فرديه ولا منعزله ولا ماشي انيفرسال. هنا سانجيري كتجي في الكونترير ديال انيفرسال، ها كونيه سانجيري يعني بحال اللي بغينا نقولوا معزوله ولا ماشي عامه الى اخره. هنا سي كيقول لك لوبسيرفاسيون ايغويدي بار لا تيوري بحالو بحال الاول، ولكن هنا قال لك غوبو سيغ ديديكسيون لوجيك بور فورمي ان انونسي انيفرسال، وهنا قال لك ابوتي ا ان سوري. هنا قال لك غوبو كتعتمد الى بازي سور كوا، وهنا قال لك هي كتنتج لينا شنو ان سيغي دينونسي سانجلي ا بارتيغ دو ليكيل اون فا انونسي اون فا فورميلي دي زينونسي انيفرسال. والرابعه شنو كتقول لك؟ اي لو بوان دو ديبار دو سيونس. لاحظوا ردي بحالها بحال ب و ا بحالها بحال سي كيتشابهوا في الجزء الاول، هاهو شابهوا في الجزء الاول. لوبسيرفاسيون ايغويدي بار لا تيوري، لوبسيرفاسيون ايغويدي بار لا تيوري غوبوز سور دي ديدكسيون ابوتي ان انسويري. الاخر شنو تيقول لك؟ بي ود كيقول لك لوبسيرفاسيون اي لو بوان دو ديبار دو سيونس، ها هو حتى الاخر تيقول. ولكن هذا كيقول لك غوبوز سور دي ديدكسيون لوجيك غنصايبو بها شي حاجه اللي سانجيلي، والاخر كيقول لك ابوتي انسيري دينونسي سانجيلي ا بارتيغ دو كيل غنصايبو شي حاجه اللي انيفرسال. شكون هما في هادو؟ شكون هما لي زانديفيكتيزم؟ لي زانديكتيفيزم، لي زانديكتيفيزم شكون هما؟ هما هاد الناس اللي كانوا كيقولوا بان الملاحظه هي الاساس ديال كل شيء، والملاحظه كتعطينا واحد الاستنتاجات صغيره، بزاف ديال الاستنتاجات صغيره، ومن هذوك الاستنتاجات الصغيره كنقدروا نصيبوا واحد الاستنتاج كبير. اذا هادو اول حاجه كيقولوا لي بانه الملاحظه هي الاصل. اشنو غندير انا؟ لوبسيرفاسيون ايغويدي اضرب لي على هادشي، لوبسيرفاسيون ايغويدي بار لا تيوري اضرب لي على هادشي. اذا هنا طيرت شكون؟ طيرت سي، ما بقاش صالح ها هو، وطيرت ا حتى هو ما بقاش صالح. علاش؟ لان تيقول لي لوبسيرفاسيون ايغويدي، يعني شي حد كيتحكم في لوبسيرفاسيون. هاد لي زانديكتيفيزم ما كانوش كيقولوا هادشي، كيقول لك لوبسيرفاسيون هي كلشي. ارانا دابا بقى لينا بي وبقى لينا دي. لوبسيرفاسيون اي لو بوان دو ديبار دو لا سيونس، لوبسيرفاسيون اي لو بوان دو ديبار دو لا سيونس، بجوجهم بحال بحال. ولكن هنا قال لك غوبو سيغ ديديكسيون لوجيك ايه بور فورميلي دي زينونسي سانجيلي. اما هنا جاو قال لك ابوتي ا ان سيغي دينونسي سانجيلي، كتعطي هذيك الملاحظه كتعطينا بزاف ديال لي زينونسي سانجيلي، ومنهم غادي نخرجوا واحد دينونسي انيفرسال. وهذا الشيء هو اللي كيقولوا هادو لي زانديكتيفيزم، هما اللي تيقولوا هذا الشيء. هذا اللي في الاختيار رقم 4. هكذا كنكونوا جاوبنا على الجزء الاول، غادي نمشيو مباشره نوجدوا الجزء الثاني. ولكن نحبسوا الفيديو هنا، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.